العالم الذي يريد أن يرى اليوم الآخر، إحنا بنعرف تماماً إنه حماس مركب رئيسي في المشهد السياسي الفلسطيني. يلي ما أكبر وده والخفي هذا العرس ويا بتطخ اليهودي أوعطي على حماس وبالتالي وحدتنا الوطنية هي مرتكز. احنا في حركة فتح في الحكومة، السيد الرئيس توجيهاته أن نعطي كل أهمية للوحدة الوطنية الفلسطينية.